اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تنزيل الصور على تطبيقك الخاص تيك توك ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هذه القائمة الخاصة هنا سوف تقوم بالنزول الأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة بعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل هنا للبحث عن تطبيق تيك uh, توك سوف تقوم بالضغط عليه ثم يقوم باخذك الى هذه القائمه الخاصه هنا ثم تضغط على ايقاف اجباري تضغط على موافق وبعدها سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل تضغط على مكان التخزين وما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالضغط على مسح التخزين المؤقت ثم بعدها سوف يقوم بإطفاء وتشغيل هاتف وبعدها سوف تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو ونتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر اللايك